وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أكاديمية ود. اليوم حلقتنا مشبعة بالنكهات، بس قبل خلونا نتعرف على ضيفنا. أنا ممثل عبد الله الحمادي، حاب أشارك في برنامج أكاديمية ود، وحاب أتعلم طريقة الدجاج المحشي. عبد الله طالب دجاج محشي، وأنا اليوم راح أدلعه بمحشي دجاج كله خضروات ورز. أول شيء خلوني أرحب بضيفي عبد الله. يا أهلا وسهلا. شلونك عبد الله؟ يا حياك ربي، يعطيك العافية صراحة على برنامج كل مميز. كثير أنا متحمس إني أشوف هذا وأذوق برضو الدجاج المحشي، بس عادي يعني تقولي لي يعني خلينا الوصفة البسيطة يعني الدجاج المحشي أو فكرته. إحنا ما حقول لك لأن حنطبق. تمام. وقت ما نطبق حنقول لك على كل التفاصيل، بس قبل خلينا نقول للمشاهدين ايش مكوناتي. مكونات محشي دجاج: دجاج كامل من رضوة، ليمون، كوسة، جزر، بطاطس، فلفل رومي اخضر، شبت، ثوم، رز مصري، طماطم معلبة، صلصة حمراء، صويا صوص، كمون، كركم، قرفة، بودرة زنجبيل، زعفران. مكونات سلطة الكوسة: 5 حبات من الكوسة، 3/4 ملعقة صلصة حمراء، فلفل رومي أحمر مشوي، هريسة حارة، 1 ملعقة صغيرة بودرة البابريكا، ملح حسب الرغبة، ملعقة صغيرة كمون، بقدونس، ثوم مهروس، وزيت زيتون. طيب عبد الله، احنا اول شيء راح نبدا بالدجاج اللي راح نحشيها، بس عشان نحشيها راح تكون في بعض التفاصيل. عندي هنا الرز المصري، خليني اصفيه. اللي هي ممكن الحشوة تمكسينها كامل بعدين تحشين الدجاج. اي بس انا قبل ما امكسها راح اطبخها. جميل. يعني طبخة خفيفة أحط عليها بعض البهارات. نص طبخة ولا طبخة كاملة؟ لا 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 لا، الحين تشوف. لا أبدا ما هي طبخة كاملة، لأن هي راح تنطبخ بالفرن. بالضبط. طيب. طب أقدر أساعدك بشيء يعني؟ أكيد أكيد. طيب راح نحط شوية زيت زيتون، والله يسعدك جيب لي كل الخضروات هذه. لا المقطعة. إيه المقطعة، كنت ناوي أجيب لك والله. طيب نروح نحط زيت زيتون. شوف الخضروات يعني الخيار لك، ما تحب نكهة الفليفلة، ما تحب نكهة الجزر، تبغى تضيف بصل. أنا عندي نظام، أحب كل شيء يعني، ما أنا من النوع اللي لا دايت ولا سواليف. لا سؤال، تحب نكهة الشبت ولا لا؟ لا تحبطني، تكفى. جامد بالذات مع اللحم المفروم. الحمد لله. اتفقنا. مفرومة رمضان حقت السمبوسة. بس اذا ما كان فيها شبت ما تنفع. طب زين الحمد لله. نجيب الشبت اعتقد. الشبت ايه حنقطعه، حنخليه اخر شيء. الحين في ناس تحط بصل، انا هذه الوصفة ما راح احط فيها بصل. يعني يا بختك، لاني كل ضيوفي. والمفروض البصل اول شيء. هذه الطبخة ما فيها بصل. أنا عجيب. كل ضيوفي ترى أكرفهم يقطعون بصل وتدمع عيونهم. نقطع بصل؟ لا لا، هذه الوصفة ما فيها بصل. طيب أوكي، نحط اللي تبغينه الحين. اسمع اسمع، أنت تبغى بصل ما أتركها في خاطرك. أوكي، أنا يسموني أصلاً عبد الله تقطيع، يعني في الموضوع مرة سهل. ما أتركها في خاطرك، بس قطع لي نص بصلة. أنا أسمع إنه يقول دائماً، يقول برامج دائماً يكون فيها شيف يقول عندهم سكين مرة قوية. صح صح. قاعد اختار لك سكينه قويه، خليني اجيب لك القطعه الخضراء، لان الصفره حقت وشي حقت الدجاج. ممتاز. اوكي، شكلك ما شاء الله ايش تعلمت من انا الحلقات ولا بالضبط. وثاني شيء انت بعد قلتي الحين، طبعا هذا اهم شيء، اليمين واليسار اذا انا صح او لا. طبعا انت على ما يقول صاحبة الاختصاص. استنى استنى استنى، شوف القشر هذا ممكن يزحلق يدك، وخرة اللي تقدر. أول نقطة مهمة يا شباب، إنه القشر ممكن يزحلق البصلة فيتصير فيه مصيبة في عشان كذا نشيله. تمام. أجيب لك باقي بعد ولا؟ شوف أي شيء تبغى تكبه حطه هنا. تصدق إنك فاجأتني؟ صدق؟ إيه، لأن هذه الطريقة الصح الواحد يقشر فيها قشر البصل، إنك تفتح فتحة
صغيره كذا بالطول نفس اللي انت سويته. اي دائما اصلا دائما الشباب ترى صراحه لا مو دائما معليش انت اول واحد سويتها كذا. لاني راعي مخيمات وراعي طبخ ومع اني ما اطبخ بس اني احب اطبخ. بس برافو عليك والله فاتك. بقول لك قصه مره طبخت. قول لي. ربيان كنت بخاطري اسوي شرمب. المهم اشتري شرمب هذا يجي لونه في لون اصفر يكون مطبوخ نص طبخه. اي صح. وفي الجديد ما لازم ينطبخ. خذيت النوعين. المهم واقلي 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 اخر شيء الاكل الله وكيلك ما صار حلو. تعرف ليه؟ تعلمك الخطه. الحين منكوب لازم اسوي ربيان. خذيت مجمد. اخذت المجمد. وصار شرمب ولا اروع. طب اقول لك شيء. قولي. اول شيء الربيان انت ليش تقطعه مدور كذا؟ علشان تبينه مربعات صغيره. طيب. مو تو مدحتيني قبل شوي. وقف. انا جبت العيد بشيء. لا ما جبت العيد. ممكن انت لك طريقه في التقطيع بس افضل شيء انه طبعا خلاص هي طبعا لانك انت خربت شكلها صدق. ايه بس اتس اوكي. تاخذها بالطول 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 بعدين بالعرض بالعرض بالعرض. طب نفس الخطه يعني هذه بجمعها فوق بعض واعطيها ثلاث ثلاث ثلاث. طب شوف بس يلا يلا قطع قطع. اوكي. انا هالايام ضيوفي يقطعون وانا كذا اناظر فيهم من بعيد عشان عيني لا. كم تعطيني دقيقه واخلص البصل؟ لا اهم شيء ما تقطع يدك. لا كم تعطيني ثانيه واخلص البصل؟ بعطيك 15 ثانيه. عبد الله هو اللي جاب سيره البصل. انا قلت الوصفه هذه ما فيها بصل بس حسيت انه هو اللي بيقطع خليه يقطع. جبت له بصل قطعها قشر القشره. صراحة فاجأني شلون قشرها بالطريقة والتكنيك الصح. بس صابت معاه هو مو هو عارف بس صابت معاه. بعدين لما جينا على التقطيع لا جاب العيد. تقدر تقدر صد. إن شاء الله بس لا تقطع أصبعك. لا ما راح نقطع الأصبع بس نجرب. طب خليني أقول لك شيء. لا 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 أنا قفت حاجة غلط. خايف عليك. لا ما راح. أنت تطمني تطمني شايف. طب اسمعني الروبيان لما تطبخه المفروض ما تقعد أكثر من 3 دقائق مدة طبخ الروبيان. علشان يعطي اللون الأصفر. مو عشان يعطي اللون الأصفر عشان يطلع لك القوام الصح إنه يكون جوسي وما هو ناشف وما هو مطاطي. جميل. بس 3 دقائق الروبيان. بس عندي إحساس أنت خليته 45 دقيقة. إيه بالضبط أحس كذا أنا. أي. ما كان طعم صراحة حلو يعني للأسف. تمام التقطيحه ولا شوف هو البصل في النهايه راح النار تشقلب في عادي يكون في انت هنا في اكاديميه لازم اذا شفت الغلط اعلمك صح صح. انت كلامك على فكره صح انه في النهايه راح ينطبخ ومن ذا الكلام بس لازم يكون على اصوله. طبعا نقول الطبخ على اصوله عند ود يقولون. الله عليك. طيب خلاص حطها. يعني صح انك مقطعها. اوكي يلا نحطها صح طريقه الشيل. يا جماعه الولد هذا قاعد يفاجئني. تعرف لا لا من جد فاجأتني انك خذيت البصل من السكين من رأ مو من راس من ورا السكين من ظهر السكين بالضبط. لان اذا انت من هنا من نفس السنه حقت السكين جيت تسوي كذا بتعدم السكين تخربها. فافضل شيء من ظهر السكين. برافو عليك. معناته اموري تمام التمام. والله ما انت بهين. طيب البصل لا يحترق نقدر نحركه؟ اي حتحركه. خذ. ولازم تكون بلاستيك يعني؟ لا مو لازم طبعا انها تكون. هذه سباتشولا تقاوم الحراره. حلو. مو دائما يقول الخشب هو الافضل للستيل بالذات؟ لا الخشب مو هو الافضل. يعني انت اذا اشتغلت في مطعم او فندق اذا دخلت البلديه عليك بكيت عيونك صح. اذا دخلت البلديه على المطعم وانت عندك ملاعق خشبيه تعطيك مخالفه غرامه. وفي البيت؟ في البيت انا ما استخدمها. ليش؟ لان الملاعق الخشبيه اكثر نوع تمسك فيه البكتيريا مهما غسلتها. بعد احس تمسك فيه النكهه. لا ولا ما لها اي علاقه. ما لها أبداً من الكيس هذه. اي من كيسك هذه سمي.
الجزر. نحط الجزر ونحط البطاطس ونحط الكوسة. اوكي. يعني صراحة عبد الله كثير قاعد يفاجئني لما نقشر البصل، وكمان لما أخذ البصل بظهر السكين. يعني مين يسويها إلا الإنسان المتعلم واللي عنده خبرة. خلونا نشوف إيش راح يسوي بعد كذا وإيش راح يفاجئنا. الفليفلة. بس سؤال مهم، أنت ما سلقتي أو ما ينسلق البطاطا؟ دائما يكون في زي المرارة الطعم إذا ما ينسلق، صح؟ لا يا أبويا، إحنا لسه راح نطبخها في الفرن، كلها راح تنطبخ. قطعناها صغار صغار مع الحرارة اللي موجودة بالفرن. ما راح تعطيني نكهة البطاطس الكاملة اللي هي دائما يقول البطاطس ينسلق نص سلقة. أيوة. علشان ما يكون فيه نشا زيادة. اوكي صح ولا معلومة غلط؟ انت اللي اكدي. استنى، انه هذه تنسلق نص سلقة عشان ايه؟ علشان ما تعطيني طعم النشا يكون زي المر فيه. لا 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 لا، اعطيك لا مثال. كبسة. ايه؟ أوكي. بتسوي مقلوبة. أوكي. مو دائما يشوحون البطاطس وال... صح. طيب إذا مثلا حطينا بطاطس بشكله، أوكي، قشرناه بس وحطينا، يكون الأكل شوي مر. السبب البطاطس؟ لا أبدا، البطاطس ما في له مرارة. هذا ممكن في له مرارة، بس عمر البطاطس ما في له مرارة. أو حموضة. أبدا. مرة شكرا، عطيتيني معلومة أنا كنت أسألها. ابدا البطاطس لا في لا مرارة ولا حموضة، يمكن في بهارات ثانية هي او نشا. نشا البطاطا، البطاطس فيها نشا، بس ان هل ضرت الكبسة عندك؟ لا. لا صح؟ صح. طيب خليني اقطع الشبت لازم اراقبك وانت تحط البهارات. حط لي الرز بس مو كله، حط نصه. ما سمعتك وش تقول؟ احنا الحين حطينا الرز استاذه، فالامور مره تمام بدون مويته طبعا. هذا اللي انت قلتي ما تبغينه. يلا يلا، ترى الرز المصري دائما يقولون يعني لا ياثر ولا انكثر ولا انقل، صح؟ لان احنا بس حنحشي فيه الدجاجه. طيب الحين راح نحط بهاراتنا. خليني انا احطها عشان حنحط. أغسل إيدي عادي صح؟ إيه خذ راحتك. حنحط قرفة وكركم وبودرة زنجبيل وكمون. لا برافو علي، واضح إني حافظ. إيه برافو عليك والله. وراح أحط شوية زعفران. تمام يلا حرك عليها. السؤال المهم، الزعفران يعني بيسوي شيء؟ نكهة ولون بس. ايش تبغى اكثر من كذا؟ يعني حتى لو قلت كميته او كثرت ايش تبغى اكثر من كذا؟ يعني خبره دائما مع القهوه يعني. لا نستخدمها طبعا في طبخاتنا، غير القهوه وغير الحلويات. الزعفران يدخل في اشياء مره كثيره. طب نقدر نقول ان الزعفران يعتبر دائما معك؟ اقصر النار شوي احس بدا يمسك. يا طب خلينا نحط ملح. اعتقد هذا ملح. تمام. هو دائما الملح يعني يعتبر نسبي او مثل ما انت قلت على حسب الرغبه، كل واحد تختلف رغبته في الملح. يعني انا قد جاني ضيف قال لي لو سمحتي لما تطبخين لا تحطين ملح. خلاص ما يحب ملح؟ لا ما يبغى ملح. سويت له مرقوق بدون ملح. يعني مرقوق بدون ملح ما يبغى رغبته. طيب الله صح يقول لك يعني كل واحد وذوقه يعني. طيب عندي الحين الحشوه اللي راح احشي فيها دجاج جاهزه. الريحه، ريحه جنة ما احكي لك. عشان نكمل باقي الوصفه خلنا نرتب كل شيء. يلا عبد الله، ايش رايك نقسم الشغل؟ يلا اوكي. انت راح تسوي الصوص اللي راح نحطه على الدجاج وانا راح احشي الدجاج. صوص المرقة. المرق. ايوه المرق بالضبط. اوكي طيب، بس قبل خلنا نخلط الطماطم عندي هنا. مو نحطها بالخلاط؟ الا الا وش ذا الشغل؟ انا احسبه خلاط ونظام ذا اللي يلا ها
هذا من أديسون الهاند ميكسر مرة، وأول مرة في حياتي أستخدمه. أول مرة؟ يلا يلا أنت سويها بما أنه أول مرة. هنجيب العيد. لا ما حتجيب العيد ليه تحس؟ أصلا شوفي تلاحظي كيف أنا مركز. إي لا تراك مو ما خلاص كذا كذا عارفين الواحد لما يبني أوكي طقطشت علي يا أخي. لا ما علي يلا 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 ها. لو ضغطنا الزر حيكون دوران كثير ولا حيكون مرة؟ لا حيفرم على طول بس إنه لا تلصق مرة. أوكي يعني شوفي كأني أسوي لاتيه بالهاند بلاندر. هو قال أول مرة يستخدمها، طبيعي كأول مرة يستخدمها يبغى يجرب كيف تنضغط الزر، كيف راح يستخدمها وتشتغل معاه الجهاز. أوكي وصوت الخطة تمام. يلا ادعس. يسموني ادعس. يسموني عبد الله خليط. نسميك من يوم صغير انا من يوم صغير بالله يعني. وش صار معك؟ ايش قاعد تسوي انت؟ مو قلت لي يخلط؟ يا ربي طيب انت قاعد تحنين الحين؟ طب انا ابغى اشوف ايش قاعد تسوي. اخلطه أتأكد أنهم انخلطوا تمام؟ أعتقد كذا الأمور مرة عسل وأحس صارت قوامها جداً عالي. نقدر الآن نستخدم الصوص بكل لطافة. يا جماعة ما شاء الله عليه متحدث، وأحس أنه ينفع يكون مذيع إعلامي. الله الله مرة شكراً مدري أكثر. كيف قاعد تتعامل في الطبخ والمطبخ والأدوات؟ تمام انا انبسطت على المدح ترى. ينفع نجيب طماط ثاني ونخلط؟ لا مو للدرجه لسه ورانا كرب. تمام اول ما مسكت الخلاط طبعا هذه اول مره في حياتي امسك الجهاز هذا حسيت بخوف، حسيت اني راح اطشر، فمسكته بانه مركز بس ماني عارف اذا حطيت او نزلته على داخل حيطشر اكثر او اذا رفعته حيطشر، بس واضح ان شكلنا ان شاء الله ان ما عفسنا المكان. حاولت اني اتوزع فقمت أخلط. أهم شيء إنه في الأخير الطماط صار بقوام جيد. إيش رأيك نبدأ؟ أنت سوي الصوص. نحطه بالقدر. مو الحين. أوكي. حط شوية زيت زيتون. نحط شوية زيت زيتون يعني ما نكثر الكمية. كمية عالية ولا لطيفة؟ هي شوية عالية بس اتسكي. ترى أي في معلومة مرة مهمة بحكم إنك يعني. قبل ما تقول المعلومة عشان الزيت زيتون المفروض ما توصل لدرجة حرارة عالية. فحط الثوم يلا. حطينا الثوم وشايف كيف الكمية مرة راهية كثيرة. طيب أقول لك المعلومة، دائما يقول إذا تبغى طبخاتك تسلم كثر زيت. صح صح. إيش إذا تبغى طبختك تسلم من إيه؟ من إنها بالذات تتلصل؟ الكبسة. لا لا كثر الزيت في الكبسة. لا يا ابن الحلال لا هذا يعني هذا هدم للصحة. شوف أنا إنسانة لما أطبخ حرك. أوكي. أنا إنسانة لما أطبخ أحب أحط سمن، احب منكهات، بس مو معناته اني انا والله اكثر زيوت او اني اتعنى اكثر زيوت. لا هو صح بس ابغى الاكل يتلذذ. مو حلو نكثر زيت بس طعمه حلو يعني ما نختلف يعني، وهو مضر بنفس الوقت صح. مضر ان طبعا في الصحه كثرتها اكيد مضره. تمام وطي النار شوي وانا هنا الان. احنا كذا حطينا الثوم ايش باقي؟ لسه لسه لين ينطبخ ويمتزج الثوم في القدر. انا راح ابدا احشي الدجاج. طلع الثوم من نفس البصل يعور العين توي ادري لانه دمعت الحين. قل لي اذا اخذت الشقارة الخفيف علمني عشان تحط باقي المكونات. قاعد يناظر فيكم ويسالف معكم ويطبخ ويعطيكم المقادير. ما شاء الله حبيت قد ايه قاعد يتعامل مع الكاميرا وما احس بخوف في نفس الوقت يطبخ، شال عني هم. يلا حط لي الصلصه. نحط الصلصه. صلصله ولا صوص ولا شو اسمه؟ هذا صلصه حمراء عادي توميتو بيست. انا قاعده انظف الدجاج من جوا. يلا الحين حط صويا صوص. صويا صوص ترى اضافه مره حلوه مع الصوصات الحمراء. طبعا هو ما طبعا
أصله اعتقد كوري صح؟ صويا صوص آسيوي بشكل عام. يعني مو محكور على أحد؟ لا مو محكور على أحد، بس ما في شيء اسمه هذا آسيوي وهذا كوري وهذا. أنت لازم يكون عندك توسع في الآفاق في دمج النكهات. حلوين. فأنا الحين بطبخ أكل عربي بنكهات عربية، أعرف إن الصويا صوص راح تكون إضافة حلوة على المرق، حيعطيها الحلاوة، حيعطيها الحموضة، حيعطيها الملوحة. وسكر برضو معها صح؟ إيه؟ طيب أنا عندي الحين نظفت الدجاج من جوا. بالعادة أنا أحب عائلة المحاشي كاملة، بالتحديد الدجاج، عشان كده أنا اخترته. عبد الله، قبل ما أحشي الدجاج عندي الشبت راح أضيفه مع الخلطة حقتنا اللي راح نحشي فيها الدجاج. ليش الحين بحطها؟ ليه ما حطيتها وقت الطبخ؟ صح. ليش؟ ماني عارف يعني، بس مش بيضيف يعني. إذا حطيناها أي ورقيات، إذا حطيتها وقت الطبخ تروح نكهتها. آها حلو. تنحط في آخر شيء عشان تبقى النكهة. وهذا الشيء ينطبق على جميع الورقيات صح، ولا بس الشبت؟ لا صح، لجميع الورقيات. يعني حتى أسأل الوالدة، أكيد لما تسوي سمبوسك رمضان الورقيات تحطها آخر شيء. يلا مرة الحين تمام. بحشيها وأنا أحط البهارات كاملة اللي موجودة بال لا 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 لا، حط ملعقة. أعتقد ملعقة صغيرة. مبسوط بشكل كبير، قاعد أنتظر الوقت اللي يمر بسرعة علشان أذوق الطبق. نحط تقريبا مقدار 3 ملاعق ونص. لا 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 مو على كيفك. ملعقتين ونص. ملعقة ونص. ملعقة. ملعقة. دام ما مرش ملعقة ملعقة. لا تخبص الأكلة، أشوف الكمية اللي حطيتها. إي مرة ممتازة. مر. يسموني عبد الله مكيال. يلا يا عبد الله. يلا. طب بسألك يعني، وانت قاعدة تضبطين الدجاج والحركات هذه، دجاج هو سؤال يعني، الوالدة تطبخ فانت كذا جاء شيء من الله، ولا انت تعمدتي او ما تعرفين تطبخين قلتي لا انا لازم اطبخ؟ لا ابدا مو كذا، ابدا ما تعمدت، هو شيء من صغري اني انا احب الطبخ، عندي هالشغف. يعني حتى وانا طفلة الاطفال يشوفون افلام كرتون وانا اشوف برنامجين، يا مصارعة حرة WWF أو أتفرج برامج طبخ. وش الربط؟ هل الطبخ يحتاج عنف يعني؟ ما أدري صراحة. ما هي سبحان الله دائما الحاجات اللي في الطفولة هي اللي تشكل الواحد لما يكبر، بالذات في توجه. لا بس أنا ماني عريفة الحين. أعتقد لا، أنت شوف الدجاج وشلون مسكينة، لو الدجاج يتكلم الحين ممكن يقول أنا مبسوط أبغى أروح للفر. حينبسط طبعا. تمام، اعتقد كذا انه الصوص صار. يلا حط مكاكم. لي ايوه حط لي صوص الطماطم كله. الله عبد الله، انت وش مجالك؟ انا اشتغل بالمجال الفني، بالتحديدا ممثل. اوكي ما شاء الله، وحياتي كلها مسرح، وقاعد احاول اتعلم المسرح. في المسرح يشبه الطبخ. هل انت جنوبي؟ لا مو انا ابروزه، مو قاعد اقول لك اني انا بمجال التمثيل، فدائما نقول كثير لهجات، نقول كثير جمل. نحاول يعني. انا ما اصدق كل ما جاني احد ابغى اعرف جنوبي. لا انا من نجد. اوكي اي والله، ونعم كل القبائل صراحه. اي طبعا ونعم كل القبائل. اعتقد يبغى له يبقبق، نرفع النار الأعلى شيء أو النص شيء. لا خلي الحين أمورك. خلي يركي. بس يا أخي في باقي شوية. باقي شوي صح. طيب أنا الحين حشيت الدجاج عندي، أوكي قبل ما أقفل عليها. أوكي. راح أضيف ليمون. والرز الزائد يعني إيش ممكن؟ أيوة الرز الزائد أنا أوقات كثير، مو أوقات دائما، أطبخه أخليه على الجنب. لا مو مقبلات. مو مقبلات، عادي تطبخه وتقدر تاكله. مره ابشرك بدا يبقبق. يلا اجيب عود الاسنان الخشبي عشان اقفل الدجاج. واعتقد انه لازم نجيب شيء عشان نحطه، نشيل الدجاجه كذا بالفرن. لا حنحط في
صينية الطاجن هذا. آه مرة حلو. أقربه عندك؟ قربه. مو أنا قربت بس. بس حطه هنا. خليني أقفله في البداية. أنا أمي دائما تقول لما تفتح الغطاء ما ينفع نخليه كذا، لازم يكون كذا. ترى دي مرة كثير الكل يعني ينسى، بالذات في القدر لما يطبخ. عاد الأمهات دائما يخافون على إيه؟ وإذا تسوي يعني تمسك تمسح كذا وتبهر الموضوع تبني العلاقة بينك وبين القدر. صح. علشان ما يخذلك القدر. وممكن تطيح. إن شاء الله ما تطيح. ممكن تطيح. لا لا أكاديمية ود يا جماعة، كل شيء أصلي هنا. صح كلامك، بس ترى شوف بشكل عام إحنا اللي عندنا علاقة مرة في المطبخ مرة نخاف على مواعيننا. صح. اسأل الوالدة. خلاص أنا الحين قفلت الدجاج عشان الحشوة لا تطلع معايا برا. طيب ممكن تذوق الصوص عشان خلاص نبدأ نحطه، نشوف إذا يحتاج ملح. أوكي نبدأ الآن نذوق الصوص. تذوق الصوص. أنت قلتي بأنه دام حطينا صوص الصويا معناته المفروض يكون ماله. نحتاج جرب. أوكي الحين نبرد ناخذ كم؟ أشوف القوام حقه. أعطيني أشوف القوام حقه. أعتقد لو ناكله الحالة أفضل. والله خلاص مرقة وخبز. يلا الدجاجة مهمة أكيد. طيب يحتاج ملح؟ تكة هو صح؟ أوكي تكة بالضبط. هو اللي أدورها أحطه هناك. الآن أهم مرحلة أعتقد سكب الصوص على صح. الدجاجة. يلا نصبها. أنا كنت أحس بتروحين فوق. سلام. يلا نيالك نيالك يا دجاجة نيالك. الدجاج مرة مفخخة حقتك يا جماعة. شحكي لكم. أحط الملح. تحسيني كده تأخذ سباء. صح؟ لحم بخار. بحط شوية فلفل أسود. ورز الرز هذا ما راح تحطينه يمين ويسار؟ لا يا ابن الحلال خاص هو جوا. اي صح. وخلاص وندخله الفرن. نغطيه ولا بدون؟ الا طبعا. ندخله الفرن ونكمل طبختنا. يلا. طبعا الفرن مشغلته من اي طبعا لازم. استنى 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 عشان لا تحترق. الله صح عليك. صدقيني والله لو دخلت يدك ممكن تحترق. خليني احط وقت. الدجاج لازم نخليه على درجة حرارة 200 لمدة ساعة. عبد الله طيب عندنا الدجاج بالفرن، في هذا الوقت خاطر نسوي سلطة مغربية. سلطة مغربية؟ اي هم طبعا انواع السلطات عندهم مرة كثيرة، بس هذه من احب السلطات اللي احبها بالكوسة. السلطة بالكوسة. الناس متعودة أو حنا السعوديين متعودين السلطات تكون باردة، خس ورقيات طماطم ورقيات لا هذه سلطة تقدر تقدمها حارة وتقدر تقدمها باردة، بس حالاتها أنها تكون باردة. يعني نطبخها نخليها بعد ما تدفى نحطها بالثلاجة تكون باردة، تتقدم باردة. نوع من أنواع السلطات وحالاتها ثاني يوم النكهات تمسك فيها أكثر. وعلى فكرة نفس الطبخة هذه اللي احنا قاعدين نسويها ذوقها ثاني يوم تكون ألذ. أي شيء سبحان الله يقعد بالفرن أو السلطات ثاني يوم نكهتها غير، لأن تمسك فيه النكهات أكثر. نجربها. طيب جل راح نقطع الكوسة الحين. يفضل أن الكوسة ما نقطعها يعني مرة صغار. تمام. هتقطعينها مربعات صغيرة يعني؟ الحين أوريك زي هذا الحجم. طيب الكوسة تقدرون تسلقونها ربع سلقة لأن حالاتها تكون فيها قرشة يعني فيها عضة. آه حلو. بس أنا راح أطبخها اليوم على البخار عشان ما أفقد الفوائد اللي فيها. بالضبط. وتكون مرة يعني ثقيلة بطعمها وعكس لما تنسلق. صح لما تنسلق أصلاً يعني أكيد تتحول الكوسة ناضجة. وغير كذا أنه نكهتها تروح تخف غير لما انت تحطها على البخار نكهتها تمسك اكثر. طيب ايش رايك على بال ما انا احس كذا واقف ابغى اقطع اي لا انت ما حتقطع انت راح تسوي الصوص اللي راح نحطه مع الكوسه. اوكي تمام. اعتقد انه نستخدم هنا. هنا
اللي قبل شوي. ايش تبغى؟ ايش تحتاج؟ قول لي قول لي. احنا نسميها طاسه قزاز. ليش بادية تحتاجها؟ قزاز علشان نخلط المكونات فيها صح؟ لا على طول حنخلطها. القدر والله. طب استنى شغل اول شيء النار مره. اهم شيء شغل النار عبد الله. اي شغل لازم النار. القدر يحتر علشان تمتزج الطبخه. بسم الله. لا ما لها دخل. عبد الله مره مستعجل يعني يبغى يحط كل شيء على القدر والنار مو شغال. طيب يا ابن الحلال شغل النار وحط اللي تبغاه. اوكي تمام. يلا حط زيت زيتون. زيت زيتون نفس الكميه اللي قبل شوي او اقل؟ اي نفسها. بسم الله. تمام 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 تمام. كمان كمان كمان. يلا خلاص. بسم الله. حتحط الثوم. تمام تمام. انا عندي هنا الكوسة. راح احطها هنا تنطبخ على البخار. كان في سؤال سألتيني قبل شوي عن الأكل الحار. لبي قول. الأكل الحار أو الأكل اللي يكون فيه فلفل أسود أو سبايسي. أوكي. تمام. أحس أنا إنه أنا عندي قناعة إنه الأكل الحار خليني أقول ما يخلي الطعم مرة حلو أو يخرب الأكل. طبعًا هو في ناس يحبونه. إي أنا أحب الحار. في ناس ما يستمتعون بالأكل الحار أو يحسون إنه تخرب نكهة الأكل الحار، وفي ناس مثلي يستمتعوا بالأكل الحار وأحس كل ما كليت شيء فيه لحار كل ما حسيت نفسي أبغى أكل أكثر. يفتح الشهية. يفتح الشهية. أنا اللي أقصد إنه يعدم الأكل يعني بس أكل حار. تقصد إنك تفقد يعني أبغى التذوق. ما تحس بالنكهات الثانية. كيف أتلذذ بالأكل؟ أحس بالملح مثلاً أو اللي هو. طيب عندنا هنا هريسة. هذه الهريسة حارة يعني ما أحطها. نحط ملعقة صغيرة شيء تكة تكة. طيب بعد الثوم راح أحط الفلفل المشوي. هذا الفلفل المشوي جاهز؟ رومي. لا أنا هنا سويتها. عندي فلفل رومي مشوي. فلفل رومي أحمر شويتها ووخرت السكين منها. مشوية بالفرن؟ لا مشوية على النار. حلوين. سويتها على النار ووخرت الجلد الاسود منها بعد ما انشوت وقطعتها صغيرة. طبعا طريقه الشوي نفس شوي لما اسوي متبل. ايوه بالضبط. الله صح. والله تسوي متبل وحركات عشان تعرفين اني مره اعرف اطبخ. اي سالتها عن اذا كان الفلفل المشوي طريقته نفس طريقه الباذنجان، ابغى اعطيها انطباع انه الرجال بعد يعرفون يطبخون. طيب الحين راح نحط شوية هريسة. شوية هريسة. إيش هي الهريسة؟ الهريسة يحبون يستخدمونها أهل المغرب في كثير من الوصفات. عبارة عن يشوون الفلفل الحار وبعد ما يشوونها يوخرون الجلد منها ويهرسونها، بعدين يطبخونها على زيت زيتون ويحطون معاها حبوب الكمون وحبوب الكزبرة. تمام. ويحطون معاها شوية ليمون شوية ملح وكذا ويطبخوها على النار وبعدين يهرسونها. اي مره حلو. هاي الهريسه سميتيها انت؟ اي هذه هريسه. هريسه سبايسي. لو ما عندكم الهريسه عادي معجون فلفل حار. يعني ياخذ دور معجون الطماطم؟ لا ياخذ دور معجون الفلفل. هذا معجون فلفل. حلوين. احط شوي الفلفل الاحمر ريحته مره عظيم المشوي صح؟ اي حلو. اوكي الحين راح نحط، خلينا قبل نحط البهارات. ملح برؤوس الأصابع هذا شيء مرة مهم. بابريكا. بابريكا حلوة ما هي حارة. تمام. وكمون. الكمون هذا صديق الأكلات. اي ونحط طماطم المهروسة. معلبة. مش المهروسة اللي قبل شوي. طماطم معلبة جاهزة. ايوة طماطم معلبة جاهزة. تمام وتمام. وهذا اي صح انت قلتي الورقيات اخر شيء. اخر شيء لانه ما ينفع انها تنطبخ كثير تذبل. بالضبط. بس الكوسه عندي تستوي والصوص عندي يتسبك كويس وخلاص ادمجهم مع بعض. وسلطتنا المغربيه ها. اي وحالاتها مثل ما قلت لك انك تاكلها بارده بارده
باردة برودة الثلاجة. خلينا شيك على الدجاج. تعال شوف. الله. طبعا لازم تتحمر من برا. اعتقد لازم نخليه مكشوف. ولا هذا في النهاية؟ ممكن صح كلامك نقدر نخليها مكشوف، بس هذه الصينية ترى تحمر لك إياها الطاجن. حلو حلو. ولكن لا أبغاها شوية، خليها كمان كذا 5 دقائق بعدين أفتح عليها ويكون عندنا. أعتقد كثير ناس متحمسين يشوفون شكلها بعد ما تخلص. وأنت مو متحمس تاكلها؟ أكيد. شوف حالات السلطات دائما تكون راهية بإيه؟ بالزيت زيتون، فأنا حسيت إن نحتاج زيت زيتون. يلا يلا. وما يكون معها خل؟ تبغى تحط تقدر تحط. دائما مرتبط السلطة مع الليمون أو الخل. خلينا لما نقدمها ممكن نرش عليها ليمون. مرة حلو. وشلون أنت تساعد أمك في المطبخ ولا؟ سؤال مرة بريء وشكرا لك سألتي. أكيد يعني أساعد، بس كل ما أمسك شيء تقول يلا أمسك الباب. وهي صادقة. أنا أقول لك شيء، أوقات الأمهات يحبون يعني يحسون إن المطبخ أمانهم، مكانهم المفضل، فيحسون أي أحد يدخل ممكن يكون إزعاج بالنسبة. وتخيلي وتبدأ من صفر، يعني لو تجيب لها مثلاً بصل مقطع تقول لا أحس ما طبخ. هي تبغى تقطع من الصفر. أنا من ما شاء الله. وش تحب تأكل من يدها طيب؟ والله بدون مبالغة كبستنا. يعني اللي هي الرز. دجاج ولا لحم تحبها؟ الدجاج ولحم. بس ليش احنا نحب الرز عندنا في البيت؟ لانه بدون طماطم. تخلوها بيضه. مره تحسي كذا الرز متغذي كثير بمرقه الدجاج والمكونات معه، فتستمتعين. شوف انا سمعت ان اهل نجد كبستهم بيضه. صح. طب تحطون فوقها كشنة بصل وكذا صح؟ بالضبط. وهذا في الغالب يصير في المناسبات يعني، أو مثلاً العشاء. أوكي. لكن الغداء دائماً تعرفين سريع الموضوع. أكيد. وشروتين دائماً. فوالله صراحة يعني شكراً لكل أم قاعدة تطبخ لعيالها ببيتها، وشكراً لكل شخص قاعد يطبخ. هذه الوصفة ما فيها فلسفة، الكوسة باقي لها دقيقتين وراح أدمجهم بعد كذا مع الصوص، والدجاج بس يتحمر من فوق ونكون جهزنا للبرزنتيشن. عبد الله بروح أجيب الدجاج. الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. خلني أقفل على الفرن. بسم الله. انتبه انتبه حار. بسم الله. 1 2 3 ترى. أوه ماي جاد يا جماعة. يجنن. ما شاء الله عليك. عندي السلطة هنا، دمجت الصوص اللي سويناه مع الكوسة، وحطينا كمان بقدونس آخر شيء. دائما الورقيات حطوه آخر شيء. خلنا نغرف. هذا التزيين يعتبر شيء أساسي الحين. شوف صراحة طبختنا هذه ما فيها فلسفة. ما حلو. فيها فلسفة لا تزيين ولا شيء، خاصة إذا الدجاج كانت كذا كبيرة وكاملة. فخامتها تكون كذا. فخامتها تكون كذا، فخامتها ودك إنك تاخذ بنفس الصح. بس لا تنسى إنه إحنا جوا في إيش؟ الأعواد. في رز جوا. صح صح. لا ننسى. أنا راح بالي إنك مسكرتها ب. طيب ايش رايك خاطري قطعها من النص؟ ليش كذا جاني احساس انه كان نقطع تورته؟ هو من جد صح؟ لا هو لازم نحس بهالاحساس. بسم الله ما شاء الله. شوف الرز اللي جوا كيف؟ وكم اخذت وقت؟ ساعة تقريبا نضجت 100%.
نقول بسم الله. بسم الله. جربه مع الصوص كمان اذا خاطرك تصب الصوص مع الرز اكيد. ها اي او حتى تقدر تحطها مع الدجاج. انا بذوق السلطه. بسم الله. انا اشوف اول شيء الرز بعدين الدجاج. انت على اساس انك تقيم لسه؟ خليني اسوي التست اول شيء بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدجاج انت مو عظيمه. الله يعطيك العافيه اقسم انت بالله. قاعد تقطع بالعظم يا ابن الحلال. ما عاد يعرف ايش يسوي. قول قول قول. انا مو انا وانا جيعان. بالضبط هو المثل هذا. اي انا مو انا وانا جيعان. لذة الاكل يا جماعه. انا مجرد اني خذيت اول لقمه حسيت مشاعري تلخبطت. الاكل والله صدق من قال هو انت مو انت وانت جوعان. الاكل يفوز بالعافيه. يفوز بالعافيه. ولذيذ. كم الاكل؟ بروح مشوار بسيط واجي. خذي راحتك. عبد الله يا عبد الله صدمتك صح؟ تبغى تكمل اكل؟ حخليك تكمل اكل بس مره مبسوطه من جد. يلا يلا كيف وجودك؟ مره طاقه حلوه ملائكه اليوم. الله يسلمك. الاكاديميه عندنا. الله يسعدك. هذه شهاده شكر وتقدير عشان تحس انك فعلا دخلت اكاديميه وتعلمت منها. واكيد عندك قسيمه شرائيه مقدمه من السيف جاليري قيمتها 1000 ريال ولو سمحت لا تستخدمها ولا للوالده. اكيد للوالده. يعطيك العافيه. الله انا يسعدك. صراحه سعيد اليوم اني معاك. تعلمت شيء جديد. تعلمت يمكن احنا شباب يمكن دائما ما نكون في تفاصيل كثيرة. صح. أنا مرة مبسوط إني قاعد أتعلم من شيف ود. الله يسعدك. مرة شكرا. ناكل؟ يلا. نكمل أكل. يبي لها تربع. صح؟ ناخذ مصاص نجرب. أكاديمية ود قسيمة شرائية بقيمة 1000 ريال مقدمة من السيف جاليري. مرة شكرا، مرة شكرا، مرة شكرا. ما ادري ايش اقول لكم بس مره شكرا. طبعا ما احكي لكم ايش قد انا سعيد اني اليوم انا كنت بالبرنامج. هم دائما يقدرون يخلوني اكون موجود هنا. واذا ما كنت دائما يعني كل ما يصورون حلقه بكون عند الباب. اذا خلص الاكل اكله. عبد الله يا عبد الله كان اليوم كثير ضيف خفيف، كثير حبيت وجوده، كيف يبغى يساعدني، كيف عنده هالمفاهيم والتقنيات اللي بالصدفه صابت معاه. أتمنى أنكم أنتم حبيتوا الحلقة كثير مثل ما أنا استمتعت فيها. ولا تنسوا تتواصلوا معايا إذا عندكم أي اقتراحات على حساباتي بالسوشيال ميديا. باي باي.